يصادف اليوم ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، رمز الجهاد والمقاومة في ليبيا والعالمين العربي والإسلامي. 16 من شهر سبتمبر أصبح يوما للشهيد الذي أصبح منارا يهتدي به كل المناضلين والمجاهدين عبر الأجيال. ولد الشيخ عمر المختار في البطنان يوم 20 من أغسطس عام 1858، ويعود نسبه إلى قبيلة المنفى. توفي والده وهو صغير فكفله الشيخ حسن الغرياني الذي أدخله مدرسة القرآن الكريم بالزاوية السنوسية، ثم أرسله إلى جغبوب ليصبح تلميذا فيها. وفي عام 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية التي سرعان ما سلمت بلادنا لهم، وبدأت إنزال قواتها بمدينة بنغازي في يوم 19 من أكتوبر. في تلك الأثناء كان عمر المختار في مدينة الكفرة، وعندما كان عائدا من هناك مر بطريقه بواحة جالو، وعلم وهو فيها بخبر الغزو الإيطالي، فعاد مسرعا إلى زاوية الكسور لتجنيد أهلها لمقاومة الغزاة الإيطاليين. ظل عمر المختار يقود المعارك ضد المستعمرين الطليان تحت إمرة أحمد الشريف السنوسي، الذي سلم القيادة للأمير محمد إدريس السنوسي الذي أصبح قائد المقاومة الليبية، وعين عمر المختار نائبا له. استمر رمز الجهاد والمقاومة الشيخ عمر المختار في قيادة الجهاد الليبي حتى وقع في الأسر يوم 11 من سبتمبر عام 1931 أثناء مقاومته للغزو الإيطالي في أحد الوديان قرب عين اللفو. وفي تلك الأثناء جرح حصان الشيخ عمر المختار فسقط إلى الأرض ووقع في الأسر. وفي يوم 15 من سبتمبر عام 1931 جرت محاكمة صورية، إذ أعد له الغزاة الإيطاليون المشنقة قبل بدء المحكمة، وصدر الحكم على الشيخ عمر المختار بالإعدام، لتكون له الكلمة الشهيرة وهي: لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليها، أما أنا فستكون حياتي أطول من حياة شانقي. ليكون شيخ الشهداء رمز في قلوب أبناء الوطن يستحضره العرب أجمع، إذ ما ذكرت المقاومة والجهاد والاستشهاد. وليرثيه أحمد شوقي قائلا: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. لتكون كلمات الشاعر حقيقة ماثلة للعيان، فلا طالما استنهضت دماء المختار همم المجاهدين والمقاومين. وما أشبه اليوم بالأمس، إذ يواجه أبناء الوطن من القوات المسلحة الغزاة الأتراك والإرهابيين العابرين للحدود، الذين جلبهم العملاء والخونة لأجل المال والكراسي، ليكمل أبناء الوطن مسيرة الأجداد في الدفاع عن الأرض والعرض. بوبكر العقيلي، ليبيا الحدث.